أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. استمرت أسواق الأسهم بالتراجع ليوم آخر، في حين ارتد الجنيه البريطاني واليورو ويبدوان بشكل قوي. وجد الزوج اليورو أمام الدولار الأمريكي الدعم الجديد ما دون 1.2400. استمرت أسواق الأسهم بالتراجع ليوم آخر، في حين ارتدت الجنيه البريطاني واليورو ويبدوان بشكل قوي. زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني صامدا ما دون 109 نقاط ومترددا في التراجع أكثر، ولكنه غير قادر على الارتفاع. وجد الزوج جنيه بريطاني أمام الدولار الأمريكي دعما جديدا ما دون 1.4100 مباشرة ويبدو تصاعديا اليوم. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.